صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا خفيفه ولذيذه كده وفي منتهى الجمال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عاملين معجنات، عاملين صنف عيش يعني كده بتك الزرار، وعاملين صنف حادق اللي هو هنعمل حبه كفته وتحتيها تغميسه حلوه كده، وهنعمل صنف حلو ممكن بنوته عندها 10 11 سنه ممكن ان هي تعمله بكل سهوله. يعني الحلقه النهارده بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك، اي حد ممكن يدخل المطبخ يعملها بتك الزرار واحد. طيب قبل ما نبدا في اي حاجه، عايزه افكر حبايبنا مشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 02-38-35-227 02-38-35-227، ومن اي بلد عربيه ان شاء الله باذن الله من 002-02-38-35-227. بصبح على كل الناس في كل مصر وبره مصر واقاليمها ومحافظاتها وكل البلاد العربيه، وبقول لكم صباح الفل وربنا يرضيكم ويرضيكم يا رب. ده طيب نبدا حلقتنا، صباح الفل يا رغده، صباح الفل يا مرنو، صباح الفل يا سلمى، صباح الفل يا شباب، صباح الفل يا كل الناس. ربنا يا رب يكرمكم بكل خير النهارده. انا النهارده الحمد لله ربنا كرمني، والنهارده الصبح كده جالي خبر حلو قوي قوي قوي. ف لما بكون جاي لي خبر حلو او بيكون في حاجه حلوه حاصله لي، ببقى حاسه ان انا عايزه ما افرحش لوحدي، عايزه افرح كل الناس. فالنهارده في الحلقه بتاعتنا هنعمل ايه يا رغده؟ لا غير ان احنا هنعمل عظمه. ها هنعمل ايه؟ هنفرح كل الناس. كل حد هيتصل بينا النهارده هنفرحه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ رغده عماله تقول ازاي 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 انت ما قلتلناش حاجه ازاي؟ سيبيها على الله. واللي ربنا سنده ايه؟ ما بيقعش. كل حد هيتصل بينا النهارده لازم هيفرح. زي ما انا فرحت ربنا هيجعلني ان شاء الله سبب ان انا افرح ناس كتير النهارده، فاي حد هيتصل بينا النهارده هيفرح معانا. طيب هنمشيها اسئله ماشي، وكل سؤال نساله معايا رغده، كل سؤال نساله يجي تليفون يجاوبه نسال سؤال غيره، ايه رايك؟ ماشي كده؟ والله العظيم والله العظيم ايا كان العدد اللي هيتصل النهارده يجاوب على الاسئله اللي هنقولها كله كسبان. وانتوا كمان؟ ايوه محمود بيقول لي واحنا وانتوا كمان. يلا بينا يلا بينا، توكلنا على الله. اول حاجه اول حاجه هنقولها واول سؤال هنبدا بيه واول تليفون هيجي يجاوب عليه ليه جايزه. ليه سؤال في تليفون مالوش علاقه بالاسئله؟ طيب ماشي نرد على التليفون وبعد كده نقول السؤال بتاعنا. مين معانا؟ ام مين؟ صباح الفل يا ام هنا. صباحك العسل. صباح الهنا يا ام هنا. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. فاكراني؟ نعم فاكراني يا حبيبتي، ولو ما افتكرتكيش يعني حقك عليا، انا اسف. انا اللي قلت لك جوزي سندي وظهري، قلت لي كلميه وقولي له. ايوه ايوه صح، نورتيني. كلمتيه وقلت له ولا لا؟ فاكراني؟ كلمتيه وقلت له ولا لا؟ هو شافني. شاف الحلقه؟ اه. وبعدين؟ شافها في الاعاده. وبعدين هو اللي اتصل بيكي؟ قال لي جاب لي هديه وقال لي مش محتاج والله. يا روحي يا حبيبتي ربنا يخليهولك يا رب ويسعدك بيه. انا بحبك جدا 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 والله العظيم، وبجد بجد فرحتيني. بصي اقول لك على حاجه، انا متفائله ان انا كلمتك النهارده. الله يسعد لي قلبك، ربنا يرضيكي ويرضيكي ان شاء الله باذن الله حبيبتي. بعد كده يا بحبك قوي يا شيخونه والله، ربنا يصلحها لك يا رب يا رب اللهم. اما تحبي تقولي حاجه ابعتيها له على طول وابعتيها له فويس، نبره الصوت بتفرق يا ام هنا، ما تكتبيهاش. الحب اللي بيبقى طالع في نبرة الصوت بيبقى باين، امتنانك ليه ومحبتك ليه وان انت مبسوطة ان هو موجود في حياتك بيبان في نبرة الصوت، ما تكتبيش كلام. نبرة الصوت يا جماعة والله العظيم بتفرق، انت تسكت خالص. نبرة الصوت بتفرق. فأي واحدة أو أي واحد بيتفرج عليا دلوقتي عايز يقول لأي حد، مش شرط إن هو جوزها، مش شرط إن هو مراته، ممكن تكون أخته، ممكن تكون صاحبتها، ممكن تكون جارتها، ممكن تكون مامتها، ممكن يكون زميله في الشغل هو شايف إن هو سند وأخ ليه، ابعتوا فويسات يا جماعة والله العظيم الحاجات دي بتفرق كتير قوي. لو قمتوا الصبح أي حد أنتوا بتحبوه أو أي حد أنتوا مبسوطين وبتشكروا ربنا على وجوده في حياتكم ابعتوا له فويس. صباح انا عندي صاحبه والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، ربنا يا رب يديمها نعمه في حياتي، كل كام يوم
احنا بنتكلم طبعا كل يوم، بس كل كام يوم لازم تبعت لي. على فكره انا بحبك قوي، دايما بحمد ربنا على وجودك في حياتي. على فكره ربنا يديمك نعمه في حياتي. على فكره انت اختي وصاحبتي وكل حاجه ليا في دي. عايزه اقول لكم ان الرساله دي انا لما بسمعها منها قسما بالله يومي بيتغير. تحسوا ان ربنا جعلكم كده سبب ان بني ادم يكون مبسوط او ان بني ادم يكون سعيد، فدي حاجه كويسه قوي. فما تاخروش المحبه وما تاخروش اللي جواكم وتقولوا ايه اما اشوفه هقول له. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، اوعوا تاجلوا حاجه زي كده. فويس على طول كده او مكالمه تليفون لو تقدروا، وتكلموا وقولوا لكل اللي انتم بتحبوهم انا بحبكم. انا واحده من الناس بتحب تقول للحلو انت حلو في عينيك، ما بخبيش في وقتها. ممكن اجي الصبح اقول لرغده إيه انت النهارده شكلك زي القمر، على فكره انا بحبك قوي كده من غير سبب ومن غير مناسبه. فبحس في عينيها، وهي ممكن تكون سامعاني دلوقتي ومستغربه اللي انا بقوله، بس بحس في عينيها بلمعه كده، بحس في عينيها بانبساط مع كسوف كده، ايه ده؟ فبقول لها انا بحبك، تروح حضنني. ده والله العظيم بيفرق يا جماعه، والله العظيم. ربنا يديم الناس الحلوه في حياتكم. طيب يلا يا رغده نبدا السؤال. يلا اول سؤال اطلع بره. اول سؤال هنساله النهارده، واول تليفون هيجي يجاوب عليه ليه عندي هديه. احنا النهارده عاملين معجنات، والمعجنات دايما بيبقى فيها ايه يا رغده؟ الله اكبر علينا، فيها ستاندر اساسي. فيه مش مشكله نساله تاني. انا النهارده قلت لك هحاول بقدر الامكان ربنا يجعلني سبب في فرحه الناس، صح ولا مش صح؟ فحتى لو سالنا السؤال تاني نساله تاني، تساله تالت، والناس تجاوب والناس تفرح واحنا نفرح. في ستاندر عجين اساسي بيتكون من 5 مكونات، تمام؟ هو النهارده يعتبر مش موجود، النهارده مش موجود، عجينتنا اصلا فيها حاجات زياده، بس اللي اول تليفون هيجي لنا وهيقول الستاندر الاساسي بتاع المكونات الخمسه اللي بيعملوا اي عجينه ليه عندي جايزه. يلا نشتغل في مقاديرنا ونشوف. احنا النهارده عندنا ايه؟ تغميزه التوم والزبده. دي تغميزه التوم والزبده، شايفين؟ عيش. طيب ده لسه طالع من الفرن، انا هاخد شويه زبده كده. طبعا احنا اصلا دهنينه زبده ودهنينه توم، هاخد شويه من الزبده كده وهروح واخده معاه سنه من البقدونس المفروم ناعم قوي، واقلب ده كله كده مع بعض. طبعا المفروض ان هو كان يبقى لسه طالع من الفرن سخن، ونعمل الحركه دي. طبعا احنا لما صبحنا على ام هنا واتكلمنا معاها انا نسيت ايه ان انا اعمله. بصوا كده بس، برضه هو لسه سخن اهو، والزبده بتاعتنا بتسيح. يلا استني نزلي المقادير. يلا ننزل مقادير تغميزه التوم والزبده ونشوف النهارده. يا ميرنا، ميرنا يا ميرنا معانا؟ سلمى معايا؟ انت بتكلمي بلدكم. يلا نراجع المقادير مع بعض. يلا مقاديرنا على الشاشه بتقول ايه يا ميرنا؟ يلا يا غرغد، عشان هي اللي كانت بتتكلم معايا في الاول. عندي 4.5 كوبايات من الدقيق، معلقه من الخميره، معلقه سكر، 1/2 كوبايه حليب دافي. وايه وايه يا رغد؟ ونص معلقه كبيره من البيكنج باودر. يعني ثانيه واحده، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، ما ينفعش ان انا انزل معلقه صغيره، صح؟ ما هي نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، هي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ليه بنصعبها على الناس؟ معلقه صغيره من الملح وميه دافيه للعجن. دي المقادير بتاعتنا، اسهل منها مفيش. بسم الله. بصي كده معايا، بصي كده معايا، بصي يا ميرنا، بصي كده، بصي كده يا روحي على الجمال. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصي كده، شايفه اللمعه بتاعت الزبده اللي احنا حطيناها؟ تعالوا بقى نقطعها ونشوف. يا ام رحيم، الو الو، صباح الهنا. صباح العسل يا رب. صباح السكر على عيونك، عامله ايه؟ بحبك قوي، ما نحرمش منك ابدا يا رب. بصي يا ميرنا، اجاوب على السؤال ام رحيم. بصي كده معانا،
بعشقك وبعشق اكلاتك جدا، الله هعملها يسعدك دلوقتي. يا قومي اعمليها حالا، بص المنظر عامل ازاي. انا كنت قايمه اعمل القرص هعملها على طول. لا اعملي ده الاول، افطري بيه وبعد كده اعملي القرص. بص حبيبتي المنظر بألف هنا على حبيبتي، عيونك. يسعد لي قلبك. عندك اجابه على السؤال؟ يلا قولي. انا مامي عندها 21 سنه على فكره، ما شاء الله، اللهم بارك، الله هو اكبر، الله هو اكبر. عندك رحيل إيه؟ مش كده؟ ايوه يا حبيبتي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. عن الدقيق، ماشي، واحد، ملح، تمام، سكر وخميره، خميره، ثلاثه، وميه او وميه او لبن، ماشي، ممكن حبه خل او ناقص زيت. الخامس. لا مفيش خل، ناقص مكون. زيت؟ لا لا لا، خمس مكونات قوليهم لي. قلتي دقيق دقيق وقلتي خميره وقلتي رشه الملح وقلتي حليب او ميه، ماشي همشيها، وسكر. وسكر، الله ينور عليكي يا سكر، سكر يا سكر. الف حبيبتي مليون مبروك عليكي يا ام رحيم، دي بقى هديه مننا لرحيم. حبيبتي ماشي، ادي رقمك لرغده واول فايزه معانا النهارده في حلقتنا. انا قلت لكم انا هفرح النهارده ايا كان، قسما بالله ايا كان العدد اللي هيتصل بينا النهارده كلهم ان شاء الله يجاوبوا على الاسئله وكلهم فايزين. طيب نيجي دلوقتي، مليون مبروك عليكي يا ام رحيم. بصي كده يا ميرنا، ادي العيش بتاعنا اهو، ما شاء الله، اللهم بارك عليه، لقم تغميزه هناخدها كده ونغمز بيها اللي انت. ميرنا هاتي لي العيش لو سمحتي يا حبيبتي، زي ما انتم شايفين كده، بصوا المنظر عامل ازاي، نعمله كده عشان يبقى عند محمود، شايفين الشكل، ما شاء الله اللهم بارك. طيب عملنا الحلو ده ازاي؟ احنا قلنا المكونات بتاعته والمقادير بتاعته نزلت، يلا بينا ننزل المقادير بتاعته في العجان ونشوف. طيب بسم الله، انا حاطه ميه دافيه للعجن، معنى ان في ميه دافيه للعجن يبقى هنعمل ايه يا رغده؟ هنحط كل المكونات الاول، ادي الدقيق وادي البيكنج باودر وادي نص كوبايه من الحليب وادي السكر وادي الخميره ورشه ملح بسيطه، كل ده حطيناه، اعمل كده واخلط بالشكل ده، خلطت المكونات كلها مع بعضها، انزل بقى بالميه الدافيه شويه شويه مش كتير لحد العجينه ما تلم. بعد ما لمت ومفيش حاجه موجوده في الجوانب ابدا اسيبها حوالي من 5 ل7 دقايق تبدا ان هي تتخدم، تبدا ان هي تعمل عرق، تبدا ان هي تتلم وتبقى ناعمه. بسم الله. خلطت الاول كله على الناشف وبعد كده ابدا انزل بالميه شويه شويه. على ما العجينه تلم معايا تعالوا اوريكم هنعمل ايه. دي طبعا احنا عاملينها اهي، واروح جايبه صينيه ثانيه كده، ورق الزبده معانا اهو، وادي المقص. انا عايزه ورقه الزبده تبقى على قد الصينيه، هعمل كده واروح مطبقاها بالشكل ده وارجع اطبقها كده وارجع اطبق كده وارجع اطبق تاني كده وارجع اخد البوزة دي، ارجع اخد البوزة دي احطها في نص الصينية، في نص الصينية هنا، يبقى ايه اهو شايفين المسافة. طيب انا مش عايزاها تبقى طالعه بره، انا عايزاها تبقى جوه، فبروح عامله كده واجي هنا كده واقص علشان تطلع لي على قد الصينيه بالظبط اهو، شايفين ادي المركز بتاعها اهو، وهي اهي عشان تديني على قد الصينيه بالظبط، عايزاها تطلع بره ما عنديش مشكله، فلما افرد كده طلعت لي زي ما انا ما عايزه بالظبط، المقاس طالع مظبوط بالملي. صباح الفل يا ندى، ازيك يا شيف نونا؟ صباح إيه؟ العسل على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي بكلمك. انا اسعد يا حبيبتي، نورتيني، بحبك قوي والله. ربنا بكتب. يخليكي ليا يا رب، ما نحرمش منك ابدا، اموريني. مبسوطه جدا والله يا حبيبتي، انا اسعد والله العظيم، نورتيني يا قلبي. معلش عطلتك على السم دي. الايه؟
معلش انا عطلتك على اللي بتعمليه. يا حبيبتي ما نحرمش منك ابدا يا رب. وشكرا على كل حاجه يا ندى. والله مش مخلينا ناقصين اي حاجه. يبارك لي في عمرك يا قلبي يا رب، يبارك لي في عمرك، ما نحرمش منك ابدا، يومك حلو زيك يا ندى. بصوا كده بعمل ايه، لميت العجينه الخمرانه وهاجي على الصينيه هنا وابدا ان انا اعمل كده. انا طلعت الهواء منها وهعمل كده. طيب السؤال، يلا يا رغده سؤال كمان، يلا بينا. عجينه اتخمرت وطلعت منها الهواء بالشكل ده، المفروض ان هي عايزه افردها، هل هسيبها ترتاح بعد التخمير علشان تتفرد معايا بكل سهوله ولا هفرد على طول؟ لا يا لوزه ده مش سؤال ليكي، ده سؤال للناس. انت بتجاوبي انت عموما بتجاوبي صح. سؤال للمشاهدين، خمرنا العجينه وبعد ما خدناها طلعنا منها الهواء كله، بدانا ان احنا نفردها في الصينيه، هل قبل ما افردها بعد ما طلعت منها الهواء، انتوا مشاهدين انتوا احلى مشاهدين في الدنيا والله العظيم. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، السؤال الجاي هيبقى ليكم ماشي كده، وهخليه سهل عشان اللي هيجاوب عليه كله هديله هديه، تمام كده. فادي العجينه بتاعتنا اهي. سؤال تاني للمشاهدين، طلعنا الهواء من العجينه حطيتها في الصينيه، المفروض ان انا اسيبها ترتاح شويه وابدا افردها عشان تتفرد معايا بسهوله، ولا مجرد ما افضي منها الهواء واحطها في الصينيه افرد على طول؟ ده السؤال اللي عليه الجايزه الجايه، تمام. طيب نيجي هنا لدي، وانا متهيألي بالحركه اللي انا عملتها دي انا جاوبت على السؤال. صح كده صح. طيب بصوا هنا، دي توم بالشكل ده، كنت عايزه بوله تانية يا رغده. هقول لك على حاجه، ممكن نعمل كده، الجيش بيقول لك ايه اتصرف، نعمل كده، عندي بوله او حاجه كده وهبدا ان انا. بص يا ميرنا، بصوا هطلع التوم كده اللي هو المشوي، وعايزه اقول لكم الحركه دي هتنقل طعم الرغيف لحته تانية خالص، وهروح واخده حبه من الزبده على التوم المشوي ده بالشكل ده كده. هرست التوم مع الزبده، توم مشوي ما يبقاش توم ني، بصوا كده هرسته خالص بالمنظر ده. اجي بعد كده اروح جايبه سكينه حاميه واجي على العيش اللي احنا حطيناه في الصينيه وابدا ان انا اقطعه المربعات اللي انا عايزاها كده، على قد اللقمه اللي انت عايزاها كده، شايفين؟ السؤال لسه بتاعنا موجود، هل العجينة بعد ما طلع الهواء بتاع التخمير بتاعها اسيبها ترتاح شوية قبل ما ابدأ افردها، ولا افرد على طول في الصينية؟ هنطلع فاصل وهرجع من الفاصل، اول تليفون هيجي بالاجابة الصح ليه عندنا جايزة، ولما نرجع من الفاصل كمان هنعمل سؤال لولادي اللي هنا اللي في الكنترول واللي في البلاتون. بصوا كده كده الزبده مع التوم، يا نهار ابيض على الريحه. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره كام يا رغده؟ ها مين اللي قال 180 ومين اللي قال 200؟ عايزه اقول لكم احمد جاي يجري من بره عشان يجاوب. ماشي، سلمى قالت 180، ومين تاني قال 180؟ ومين اللي قال 200؟ عبده اللي قال 200 ورغده. ارسوا على حل. ها رغده 180، ها وسلمى 180، وعبده 200. عبده الكسبان، عبده الكسبان النهارده بتاعت السؤال. العيش ده متخمر وفي خميره والفرن عندي سخن قوي، ف
فدرجه حراره 200 دي هتخليه ان هو يطلع على طول وهو متحمر ومرتاح وتمام وزي الفل. هنعمل كده درجه حراره 200. ها تكمله السؤال يا عبده، هيقعد قد ايه في الفرن؟ ها هيقعد قد ايه في الفرن؟ ماشي، هنجاوب على بقية السؤال. عندنا سؤال اول حد من المشاهدين هيجاوب عليه اول ما نرجع هياخد مننا جايزه. عبده قال درجه الحراره 200، هو كده فعلا 200، هياخد معانا جايزه عبده النهارده، هو الكسبان النهارده في الكنترول. والعجينه بتاعتنا قبل ما نطلع عايزه اوريها لكم، بصوا كده دي بتقول ايه. ها نلف كده عشان تبقى باينه. بصوا الجوانب بتاعه العجان. ها معنى كده ان العجينه شكلها بالشكل ده، يبقى عايزه ايه؟ ها انت اغمى عليكوا ولا ايه؟ ها عايزه ايه رغده يا شباب يا ميرنا؟ ايه بيقولوا تتعجن بالظبط. هي ولا عايزه دقيق ولا عايزه ميه ولا عايزه اي حاجه، كل اللي محتاجاه ان هي تتعجن خدمه، ان هي تتخدم. اه كده سامعاكي، ان هي تتخدم وبس، لكن مش محتاجين ولا ميه. بصوا هي مكسره ازاي، مقطعه ازاي بالمنظر ده، شايفين؟ فكل اللي هي محتاجاه ان هي تتعجن، لكن مش هنزود عليها اي حاجه خالص. هشغل عليها في الفاصل علشان اوريكم الفرق بين شكلها دلوقتي والفرق لما تتعجن. العجينه بتاعتنا المتخمره محطوطه اهي زي ما هي، عشان لما نرجع نشوف مين اللي هيجاوب على السؤال بتاعنا. العيش اللي احنا حطيناه في الفرن دلوقتي اهو، عشان نشوف على درجه حراره 200 وهنرجع من الفاصل نقول هيقعد قد ايه. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف الاجابات على اسئلتنا اللي سالناها، ونشوف وصفه الحادق بتاعتنا النهارده هتكون مكونه من ايه بعد الفاصل ان شاء الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين. ورجعنا من الفاصل. طيب في سؤال جاوبناه سالناه قبل ما نطلع الفاصل، جزء جاوب عليه عبد الرحمن جوه ماشي، وقال ان العجينه بتاعتنا او العيش بتاعنا هيتحط على ايه؟ هيتحط على درجه حراره 200 تمام وزي الفل. هيقعد قد ايه؟ هيقعد 10 دقائق في الفرن. بصوا شايفين؟ ياسمين هاتيلي كده لو سمحتي الفرن من جوه. بصوا المنظر عامل ازاي؟ بدأ يعلى، بدأت الخميرة بتاعته تشتغل وماشي تمام وزي الفل. الفرن سخن قوي على درجة حرارة 200، نقفل كده ونسيبه علشان خلال العشر دقايق ياخد معانا ايه اللي احنا عايزينه. طيب في سؤال احنا مستنيين تليفون دلوقتي عشان نجاوب عليه، او احنا مستنيين الاجابة عليه. الاجابة السؤال كان بيقول ايه؟ العجينة بعد ما تخمر نبدأ نطلع منها الهواء، بنحطها في الصينية او في الصاج عشان نبدأ ان احنا نشكلها، هل بنسيبها ترتاح شوية علشان نعرف نشكلها، ولا ما بترتاحش وهنشكلها وهي كده؟ ده السؤال ومستنيين الاجابه بتاعته. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كفته. كفته سهله جدا وبسيطه. عندها اجابه على السؤال؟ صباح الفل يا شيماء. صباح النور يا شيك نونا. صباح الهنا والعسل على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا قلبي. جدا جدا جدا. يسعد لي قلبك جدا جدا جدا. تسلمي لي. سلم عمرك يا رب. اموريني، قولي لي عندك اجابه على السؤال؟ اه، ان احنا بنسيب العجينه ترتاح. عشان؟ عشان نعرف نفردها بسهوله، تتفرد معانا ما تتلمش تاني. برافو عليكي. طب احنا لو 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 ما لو ما سبناهاش ترتاح واوحنا مع نفسنا وبدانا ان احنا نفردها، ايه اللي هيحصل في العجينه؟ هتتلم معانا ومش هتتفرد بسهوله ومش هتبقى كويسه. برافو عليكي يا شيماء، مليون مبروك عليكي. نورتيني نورتيني نورتيني. رقمك مع رغده وتتواصل بيكي علشان توصلي لجائزتك. شيماء تاني فايزه معانا النهارده، وانا قلت ايا كان عدد التليفونات اللي هتيجي النهارده معانا بتجاوب على الاسئله كله ليه هديه. طيب نعم، عايز ايه يا مصطفى؟ هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ هنعمل كفته، كفته فراخ سهله وبسيطه. عندي محضر الطعام بتاعي. طيب السؤال الثالث، بس ده للاسف هيبقى اجابته ظاهره قوي دلوقتي. طيب ده علشان مش هيبقى عليه تليفون، هنساله للقناه. تمام كده معايا يا شباب؟ معايا ياسمين وميرنا وسلمى وعبد الرحمن؟ تمام يلا بينا.
هنعمل دلوقتي كفتة فراخ. كفتة الفراخ فيها فراخ وفيها بصل وفلفل وفيها توابل. بنحط ايه قبل ايه؟ لا 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 حددوا، انا مش عايزه بيجي كله ويجاوب في وقت واحد. لا رغده رغده انت بره 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 الموضوع، انت بره الموضوع عشان انت عارفه طريقه شغلي وعارفه انا هعمل ايه. ها ياسمين ومرنا فين؟ ياسمين ومرنا اجاباتهم ايه؟ ها عندي بصل وعندي فلفل وعندي توم وتوابل وعندي فراخ، ايه اللي هيتحط قبل ايه؟ دي سلمى، انا مش سامعه الصوت بيقطع. سلمى سلمى صح، قالت البصل والتوم والفلفل هما اللي هيتحطوا الاول وبعد كده الفراخ. محمود هنا قال الفراخ اللي هتتحط الاول. تمام ماشي، سلمى اللي تكسب. لا انت يا ماما بره المناقشه، انت بره المنافسه اصلا. هنحط فلفل وبصل، يبقى سلمى الجايزه بتاعتها المره دي. وادي توم. بقول لك ايه يا سلمى، سلمى طب ما تكملي الاجابه وتبقى اجابه نموذجيه وتقولي لي. يلا اجابه نموذجيه قولي لي ليه. ها هو زي ما رغده قالت لك كده، اجابه ليس لها اي علاقه بالواقع. بص يا ست الكل اللي بتتفرجي عليا دلوقتي، انت والعسليه اللي داخله المطبخ جديد والعروسه الجديده اللي عايزه تعمل كفته فراخ وتطلع معاها مظبوطه سواء ريحه او تطعيمه او قوام. طيب بعمل ايه؟ انا ايه اللي بيخليني احط البصل الاول والفلفل وكل دوت علشان ان هو يتفرم الاول قبل الفراخ؟ تمام؟ انا بعمل ده كله الاول علشان تبقى ناعمه. ما يبقاش ان انا لو حطيت الفراخ ورجعت حطيت عليها المكونات دي وفرمتها مع بعضها حتى مهما تفرميها كذا مره او كتير هتلاقي في حتت طالعه منها. هتلاقي الفلفل طالع، شويه بقدونس طالعين، حته توميه طالعه، حته بصلايه ما اتفرمتش كويس، فده اللي بيخليني افرم ده كويس قوي الاول، افرمه ناعم جدا وارجع وهو شغال انزل عليه بالفراخ. نعمل كده اهو، هنشغل وانزل عليه بالفراخ وهو شغال. بسم الله. سؤال المشاهدين، يلا بينا يا رغده. سؤال المشاهدين دلوقتي، احنا حاطين في المكونات بقسماط، امتى احط البقسماط وامتى تحتاج له وامتى ما تحتاجلوش؟ ده للمشاهدين مش ليكم. يلا بينا بسم الله. شفتوا انا عملت ايه؟ انا فرمت كله. استكفيت بالفرمه دي؟ لا، بصوا عملت ايه، بنزل اللي في الجوانب على، يا نهار ابيض على الريحه تجنن، بنزل اللي في الجوانب وابدا ان انا افرم تاني وانزل الفراخ. فرمت القوام ده كده، هتحتاج بقسماط ولا مش تحتاج؟ اهو ها مرنا قالت هتحتاج. اكور واوريكي؟ لا من غير ما اكور. ها هتحتاج. محمود قال لا، احمد قال اه، مرنا قالت هتحتاج، وانت قلت هتحتاج. ها ماي ماي، لا حلو كلمه ماي ماي عجبتني. هي فعلا هتحتاج بقسماط عشان بصوا
ما تقولي اصلا ايه. بصوا شايفين على راي رغده من ميميه. ففي المرحله دي طب احنا كده جاوبنا على السؤال. في المرحله دي هعمل ايه؟ هعمل كده. صباح الفل يا ام كيان. صباح العسل. صباح السكر. عامله ايه؟ ده كيان اللي جنبك ده؟ اه. بصي لي بوسه كبيره. ربنا يخليهم لك يا رب. انت عامله ايه؟ عايزه اقول لك حاسه ان انا اعرفك من زمان جدا. عايزه اقول لك ان ده انا ما بسمع الكلمه ديت انا بتبسط جدا جدا جدا. ما نحرمش منك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. يسعد لي قلبك يا رب دايما اللهم امين. تسلمي حبيبتي. ممكن اطلب منك طلب؟ عيني 10 طلبات مش طلب واحد. امنيتي ان انت تكلميني بعد الهوا. عينيا الاثنين. ادي رقمك لرغد. دي امنيتك في الحياه؟ يا ام كيان فصلت عينيا الاثنين. خدت رقمها؟ ليه؟ اه خد رقمها. زيت على النار وبصله بالشكل ده. ننزل عليها بمعلقه ثوم وانزل عليها بمعلقتين صلصه طماطم. يا روحي على الصوت. واعمل كده بالشكل ده. ادي التوابل بتاعتنا ونملح ونفلفل. ايه الروايح الحلوه دي مع انها كلها عباره عن ايه؟ ثوم وصلصه وشويه بهارات بالمنظر ده كده. ارجع انزل بايه؟ بطماطم متقطعه مكعبات صغيره بالمنظر ده. شايفين الشكل؟ اسيبها على النار تبدا ان هي تدبل معايا والطماطم دي كلها تنزل الميه بتاعتها وتبدا تدبل وتحسوا ان هي ايه؟ اكنها مطبوخه اكنها اتطبخت. ما تبقاش المكعبات دي ظاهره بالشكل ده كده. الريحة اقسم بالله تجنن مع انها ايه؟ حبة طماطم وبصل وثوم بالشكل ده كده. طيب اديها سنة مية صغيرة خالص. مية سخنة اهي حوالي نص كوباية. واقلب ده كله كده مع بعض بالشكل ده. يلا بينا يلا بينا بالشكل ده كده تمام. واسيبها على النار بس عايزه اغطيها علشان ما نتبهدلش. اعمل ايه؟ غطا كبير اهو. ما يعني اتبهدل؟ غطا كبير اهو. غطيتها علشان البخار بتاعها ده بتاع التغطيه دي يبدا ان هو يطرلي الطماطم زياده. طيب هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ احنا حطينا شويه بقسماط وهرجع اخلط دلوقتي ونشوف. بسم الله. ما تبقاش مميميه، بدأت ان هي تلم. شايفين الشكل؟ تعالوا اوريكم بقى الوقت الفرق بين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كده شفتوا الاول كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي؟ بالشكل ده ما شاء الله اللهم بارك. طيب هاخد كده وابدا ان انا اعمل كده كده بالمنظر ده. حاضر بالشكل ده كده. هعمل الكفته بتاعتنا النهارده بالشكل ده. هجيب سكينه او شوكه او ظهر معلقه وابدا ان انا اجزعها بظهر السكينه كده وابدا ان انا اجزعها كده بالشكل ده. بصوا المنظر ما شاء الله اللهم بارك. طيب زي ما انتم شايفين كده ام ضياء صباح الهنا عليكي.
الو. ماشي حاضر. عيني عينيا الاتنين يا مضياء. المحضرة النهارده يا مضياء ديت، حاولي تكلميني تاني. طيب المحضرة بتاعتنا دي نازلة النهارده من صفحة سوق المطبخ، ما شاء الله اللهم بارك عليها. دي بتعمل كل حاجة زي ما انت شايفة كده، عملنا فيها كفتة الفراخ، وبنعمل فيها بنشغلها عصارة برتقال وليمون، بنعمل فيها معجنات، بنخفق فيها بيض، بنبصر فيها بطاطس، بنبصر فيها جزر، خيار، ايا كان اللي انت عايزه تبصريه. بتقطع كمان البطاطس شيبسي، وبتقطع كمان البطاطس صوابع. كل دوت موجود في المحضره بتاعتنا دي. المحضره بتاعتنا النهارده بتقوم ب 38 وظيفه. بتقوم ب 38 وظيفه، ولا وظيفه ولا اتنين ولا تلاته، لا دي بتقوم ب 38 وظيفه. بيجي لك معاها كل القطع اللي حضرتك شايفاها دي. بتنزل فين؟ بتنزل في صفحه سوق المطبخ، عليها ضمان 3 سنين، ما شاء الله اللهم بارك عليها، وعليها خصم حلو جدا نازل النهارده في صفحه سوق المطبخ عشان كل اللي بيتكلم وكل اللي عايزه. طيب دي بتبقى عباره عن كام جهاز؟ ادي جهاز اللي هو الكبه بتاعتنا دي، ما شاء الله اللهم بارك، بتفرم اللحمه وبتفرم الفراخ وبتعمل الطرط وبتعمل كل حاجه انت تتخيليها، وتفرم كميه كبيره من الخضار، ما شاء الله اللهم بارك. طيب معاها ايه كمان؟ معاها خلاط، ادي خلاط اهو مع المحضره. معاها ايه كمان؟ معاها مطحنه توابل، معاها عصاره ليمون، ومعاها عصاره برتقال، معاها مبشره جزر، معاها مبشره خضار، معاها قطعه بطاطس صوابع، وقطعه بطاطس شيبسي. كل ده في جهاز واحد. طيب ست الكل اللي بتتفرج عليها دلوقتي، ومضياء اللي اتصلت وقالت انا بسال على الكبه اللي لونا اتكلمت عنها دي، او اللي عملت فيها الكفته دي، مش كبه دي محضره، بتقوم ب 38 وظيفه يا مضياء. طيب بسم الله. هتلاقيها فين يا مضياء؟ هتلاقيها في صفحة سوق المطبخ، نازل عليها خصم حلو جدا 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 النهارده. حضرتك كل اللي عليكي بتقدري تدخلي على الصفحة وتطلبيهم من ال3 أرقام اللي موجودة على الشاشة، وبتبدأي إن أنت تطلبي الأوردر، بيجيلك لحد باب البيت، لحد باب البيت. طيب في حاجات تانية في صفحة سوق المطبخ؟ اه طبعا في حاجات تانية في صفحة سوق المطبخ. المهم ان انت تدخلي تتفرجي على كل حاجة موجودة علشان تنقي اللي انت عايزاه. في نظام تقسيط؟ اه في نظام تقسيط موجود، نظام فاليو وامان. هتقدري ان انت تدخلي على الصفحة وتقدري ان انت تطلبي اللي انت عايزاه وتقسطيه. جهاز فاليو بس، ماشي يبقى فاليو بس. جهاز بنتك كله ممكن تجيبيه من مكان واحد، سواء محضرة طعام، سواء اير فراير، سواء فرن، سواء خلاط. هي طبعا معاها خلاط. اه ست كل بتتفرج عليا دلوقتي وبتقول لي طب انت دلوقتي قلتي كذا جهاز، الموتور بتاع محضرة الطعام يقدر ان هو على كذا جهاز؟ يعني اشغل خلاط واشغل مطحنه واشغل عصاره ليمون وبرتقال، هتقدر ان هي تشغل لي ده كله والموتور بتاعها يستحمل؟ اه طبعا الموتور بتاعها يستحمل حاجه كده زي ما انت شايفه. طحنت الفراخ بتاعتنا والكمية بتاعتها بغمضة عين، عملتها بغمضة عين، علشان كده بقول ان هو يستحمل، والهلكة عليه هتبقى تمام وزي الفل. موتور قوي جدا، عليها ضمان 3 سنين. تقدري تطلبيها دلوقتي من صفحة سوق المطبخ، تجيلك لحد باب البيت. اطلبها ازاي يا نونا؟ ب3 أرقام موجودين على الشاشه لل3 شبكات. كل اللي مطلوب من حضرتك بتتصلي عليهم، تقول لهم انا عايزه مثلا المحضره بتاعه النهارده، عايزه مثلا الخلاط، عايزه الفرن، عايزه طقم الاكروبال اللي انا اشتغلت بيه امبارح، عايزه طقم صيني، عايزه طقم حلة اللي هو الجرانيت والجرانيت التيتانيوم، عايزه العجان اللي اشتغلنا بيه النهارده وعجننا بيه ما شاء الله اللهم بارك. كل ده موجود النهارده في صفحه سوق المطبخ. الفرن اللي احنا بنسوي فيه كل دوت موجود عندنا. الخلاط الجبار اللي بيطحن الزلط كل ده برضو موجود عندنا. ايه تاني؟ عندنا ايه تاني يا رغده؟ عندنا كمان المكنسه، وعندنا الشفاط، وعندنا المروحه، وعندنا المكوى. كل ده يا جماعه هتلاقوه في صفحه سوق المطبخ. الميزه في صفحه سوق المطبخ ان مكان واحد بيجمع لك كل اللي انت محتاجاه، سواء في بيتك او في مطبخك. كل الادوات المطبخيه اللي انت ممكن تتخيليها هتلاقيها جوه صفحه سوق المطبخ. كل اللي عليكي حاجه سهله وبسيطه، بترفعي سماعه التليفون عليهم من فضلك انا عايزه 1 2 3، بيجيلك لحد باب البيت من غير ما تروحي ولا تحتاري ولا تلفي كتير. انا عارفه امهات العرايس لما بينزلوا يلفوا، يعني ربنا يعينهم ويقويهم، علشان انا في الموضوع ده بنفضل نلف، والنهارده ما عجبهاش حاجه نفضل نلف تاني وننزل هنا ونروح هنا. لكن بصراحه من ساعه صفحه سوق المطبخ واحنا الموضوع دوت سهل علينا كتير. كل اللي احنا عايزينه بنبدا
ان احنا نطلبه من الصفحه، بيجي لنا لحد باب البيت واحنا قاعدين. عندهم خدمه ما بعد البيع هايله، عندهم ضمان 3 سنين على الاجهزه بتاعتهم، ما شاء الله اللهم بارك. الميزه كمان بقى في صفحه سوق المطبخ ان حضرتك الاسعار اللي بتلاقيها في صفحه سوق المطبخ استحاله استحالة تلاقيها موجودة بره. ليه؟ علشان هم الأسعار اللي عندهم حصرية، الأسعار اللي عندهم حصرية، ما فيش حاجة اسمها ان انت تقارني بينهم وبين اي سعر تاني بره. ليه؟ علشان هم بيجيبولك الأسعار اكنها تحس ان سعر جملة، سعر جملة. الأسعار ما شاء الله اللهم بارك عليها ما فيش زيها. طيب بنلاقي ايه كمان في صفحة سوق المطبخ يا نونا؟ انا قلت لكم ان الادوات المطبخية كلها موجودة، الادوات الحلل كلها موجودة، الاجهزة الكهربائية كلها موجودة. نرجع ونتكلم عن المحضرة بتاعت النهاردة. زي ما انتم شايفين كده عملت لي كفتة تك الزرار، بدل ما تقعدي تفرمي حبه حبه، لا بصوا الكميه كلها حطيناها مره واحده وما شاء الله طلعت لنا في دقيقه، فده بيسهل علينا كتير. نفس النظام بالنسبه للخلاط، تعملي عليه السموزي، تعملي عليه تتبيلات، تعملي عليه عصاير، تضربي فيه طماطم، ما عنديش اي مشكله. مطحنه التوابل، مطحنه قويه جدا تطحني فيها التوابل وتبقى التوابل بتاعتك فريش اول باول. عصاره الليمون والبرتقال مش محتاجه ان انت تعملي وتشيلي مثلا في الفريزر، لا في ناس بتبقى حابه ان هي تقوم الصبح تعمل الحاجه فريش، تشرب عصير فريش تعمله في وقتها. عصرت ليمون وبرتقال في تكة زرار واحدة، ممكن تعملي طبق سلطة العزومة كبيرة كبيرة كبيرة، عندك فرح، عندك مناسبة، بتشغل لك البشر دوت في دقيقة، بتلاقي كل حاجة خالصة في دقيقة. فمحضرة الطعام النهاردة نازلة على صفحة سوق المطبخ بسعر هايل جدا وبخصم كبير وبضمان 3 سنين. أتمنى إن أنتم تجربوها وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم ومش هتبطلوا تجيبوا من حاجة من عندهم. عملت أنا إيه بقى دلوقتي؟ شايفين اللي أنا بعمله؟ شغاله، كنت بتكلم على صفحه سوق المطبخ وفي نفس الوقت بعمل احلى كفته في الدنيا. بصوا المنظر، وفي نفس الوقت معانا ايه في الفرن؟ العيش بتاعنا والتغميزه. نعمل دي كده ان شاء الله باذن الله. بصوا كده يا روحي على الروايح يا روحي. نعمل كده، نطلع ايه؟ الزبده. بصوا بقى هو لسه طالع من الفرن، بصوا الزبده، بصوا بتبدا ان هي اللي هي بالبقدونس، شايفين تبدا ان هي تدي تلميع للعيش وفي نفس الوقت كل دوت يسيح بالشكل ده كده. بصوا يلا بينا، شايفين المنظر ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده ريحتها تاخد العقل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكمل باقي الكفتة نحطها في الفرن، هو فاضل ادي 1 2 ممكن 3، نحطها في الفرن علشان نبدأ ان احنا نسويها وتطلع في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم ان الصوص اللي معمول في الأرضية ده رائع رائع رائع، هتنزل عليه العصارة دلوقتي بتاعة الكفتة وهيطلع معانا ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا نطلع فاصل، وهنرجع من الفاصل نعمل ايه؟ هنعمل صنف حلو حلو، يعني هو حلو مش اسما بس، لا هو حلو موضوعا كمان، بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات ما تتخيليش ان هي ممكن تعمل صنف حلو. هيكون عباره عن ايه؟ هنعرف بعد الفاصل ان شاء الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل، حطينا الكفته بتاعتنا في الفرن والعيش بتاعنا ما شاء الله ريحته قلبه الدنيا. نيجي بقى نعمل الحلو اللي قلت لكم ان بنوته عندها 10 سنين تعمله. عندي في الثلاجه عيش تورتيلا، او دخلت السوبر ماركت كده ولقيته قدامي وقلت هعمل بيه اي حاجه وسبته ونسيته، اعمل بيه ايه؟ انا بقى النهارده اقول لك تعملي بيه. عايزه موز من اللي هو اللي يكون اخضر شويه ده، وعايزه عيش التورتيلا اهو بالشكل ده كده بطريقه سهله وبسيطه. شوكولاته بالمنظر ده. مين اللي هتحب الوصفه دي جدا؟ رغده، عشان فيها ايه؟ طب هو في شوكولاته بتاكل شوكولاته يا ناس؟ بصوا المنظر. وسلمى كمان، ده حلويات كلها. بصوا كده بنعمل كده بالمنظر ده، فردنا الشوكولاته على التورتيلا، وهروح واخده صباع الموز كده
بالشكل ده كده وابدا ان انا اعمل كده. انتوا متخيلين يعني ايه موز مع شوكولاته مع اللي احنا عاملينه ده؟ بس هو ممكن يتاكل كده بس احنا مش هناكله كده. ليه يا رغده؟ عشان اهم من ايه؟ مش شغل ظبط الشغل. وقع على النار سخن وهننزل كده فيه بشويه من السكر، وانا عايزاه يتكرمل، وعلى ما يتكرمل هعمل كده. يلا تاني. بالشكل ده الشوكولاته بتاعتنا اهي. ابدا ان انا امشي كده هتلاحظوا ان انا ما بطلعش على الاطراف بالشكل ده. اخد الموزه واعمل كده. شايفين بالشكل ده؟ طيب انا باللي انا عاملاه ده انا ممكن اعمل حاجه يعني حاجه سهله جدا دلوقتي. هروح عامله كده، بصوا كده هو الساندوتش اهو مقفول معايا. هاجي اعمل كده شايفين انا بعمل ايه؟ بص كده يا ياسمين شايفين ماسكه نفسها وتمام وزي الفل. انا ممكن هعمل حاجه اعمل كده 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 بالشكل ده. ايه رايكم؟ كده عظمه 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 وطعمها تحفه. طب السكر المكرمل اللي انت عاملاه ده يا نونا هقول لكم دلوقتي حل يتكرمل معايا، بس بنكسب وقت ان احنا ممكن لو مش عايزين نعمل سكر مكرمل ممكن ان احنا نعمل اي حاجه تانيه. اهو شايفين العيش مع الموز ماسك نفسه كويس قوي، عشان كده قلت ممكن بنوته عندها 10 11 سنه تعمله عادي جدا عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. اهو بالشكل ده كده شفتوا؟ ادي التاني اهو. بسم الله. ونبدا ان احنا نقطعه قبل ما يجمد خالص والشوكولاته بتاعتنا تجمد. سكينه حاميه قوي علشان يطلع معانا مظبوط. الموز اللي جوه يكون اللي هو الاخضر علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاه، ما يبقاش مستوي بالشكل ده كده. شايفين المنظر؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك. نعم نعم يا ياسمين. فاصل؟ ماشي حاضر. طب بصوا هنا السكر بيكرمل معايا. ايه الهدف من كرملة السكر؟ ان هو لما يكرمل بدل ما بسقط ده في الشوكولاتة، بدل ما اخد المزايا دي كده بالعيش في الشوكولاتة، لا هعملها في السكر الكراميل واسيبها. فعايزه تعملي ده ماشي، عايزه تعملي ده ماشي، والاتنين هيطلعوا معاكي زي العسل. يلا بينا نطلع فاصل. ادينا عملنا الصنف الحلو ما خدش مننا وقت خالص بطريقه سهله وبسيطه. الكفته معانا في الفرن هوريها لكم دلوقتي ياسمين تجيبها لنا قبل ما نطلع. وعملنا العيش، بصوا الكفته بصوا لونها غير ازاي يا روحي. وعايزه اقول لكم ريحتها تجنن، ريحتها تجنن. يلا بينا نقفل عليها عشان سخونه الفرن. نطلع بقى فاصل، في الفاصل هكمل العيش التورتيلا. بما تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. اسيبكم بخير واشوفكم بخير بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح في ميعادنا بالتمام والكمال، علشان نشوف حلقات جديده ووصفات جديده مع نونا والبلدي. يمكن اسيبكم بخير واسيبكم في حفظ الله واسيبكم السلام عليكم. We'll be right back.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.